عسلامة. عسلامة. بس الحمد لله. هتمنى روحك ديما نقولوا الحمد لله. آسيا منين مدى؟ جبال جلود. أنا نسكن أما أصلي تبرقية من تبرقة. مرحبا بيك. مش نحكيه اليوم على دور المرأة في المجتمع حتى المعنية اللي ما عندهاش خدمة. اليوم المرأة كيفاش ترى خدمة؟ يزمى تكون ذكية شوي، يزمى تكون ذكية باش توصل توفر حاجة في الحلال لما حالة تخدم على روحها. كيفي أنا مثلا نخدم، مرة نخدم حلو، مرة نخدم فريجيلو جلاس للصغار. نحاول معناها باش نحسن من وضعيتي، نشري حاجة اللي نحب عليها. صغيري زاد ولدي يحب حاجات، يحب ديما متوفر برشا حاجات في الدار نوفرها له. أما المرأة كما قلتي أنت ما هيش بشهادتها ولا مش بخدمتها وتحاول في الدار تعمل حاجة وتتعلم صنعة، راي بيه يا راي. أما مش تبقى مكت في ايديها وتقول ليه والله ما فماش، هذيك تتعب. تعبين هما أغلبية برشا نساء تعبين. يعني حتى المرأة اللي ما قراتش وما عندهاش بوست لازم تثبت وجودها بالطبيعة. هي حتى ما قراتش هي تخدم في الفلاحة، هاي تخدم في الفلاحة، هاي تفز من الصباح من 5 متاع الصباح باش نحي البصل باش نحي الجلبانة باش تسرح بالغلام. معناها شبيها المرأة في الريف مش هتعبة؟ تعبة أكثر من نارا. يعملوا تعمل خبز الطابونة وتبعث ولدها للكياس، ها في طريق عند دراهم في طريق جندوبة تشوفهم كيش يبيعوا. تعبين خاصة المرأة تعبة، تعبين برشا خاصة اللي في الريف. أما في تونس، في تونس أنا هاك هاك تشوف، هاك تشوفها قدامك كل شيء. إيش في تونس؟ معناها أغلبية النساء ولا بنات تولوا يمشوا يخدموا أي حاجة. همولوا تنصب لك نصبة، تعمل لك بالبلاستيك هكا نصبة وتبيع. المهم توفر معناها بالحلال، مهم تخدم، المهم تخدم وتدخل الفلوس. انه هذه قدره المراه لاني تثبت روحها في المجتمع. غالب الله غالب غلات تونس، يلزمها تخدم، يلزمها تعاون رجلها، يلزمها تعاون امها، يلزمها تعاون بوها، يلزمها تخدم. غلات الدنيا، المعيشه غلات، الدنيا ما عادش الدواء تمشي ما تلقيش، تمشي السبيطار ما تلقيش، تمشي مصاص ما تلقيش، اي بلاصه ما تلقيش شيء. لوتيد ابسط اقل لوتيد ب 50 دينار، اقل لوتيد صغيرك باش تقريه. انت منين كل شهر باش تجيبه؟ كي تبدا انت شهريه واحده وراجلك شهريته صغيره، قول لي ايش تعمل؟ فهمتني؟ بل مادام ما خدمتش. لا نخدم ديما نخدم انا. ديما تخدم؟ ديما نخدم. انا حتى مليانه صغيره وخرجت من المكتب مشيت تعلم صنعه ونخدم. شنو هي الصنعه اللي تعلمت؟ صنعتي المرجان والفضه، عندي دبلومي نخدم نصنع شكل مرجان وفضه، نعمر نصنع نخدم كل شيء. كي عرست وجيت هنا لتونس لقيت هالمرجان ما مشاش معايا، مشيت عملت الحلو. خدمت في معمل 4 سنين. في تلت ماني ديما نخدم، ديما ماذا بيتي توا هاني مازلت نحب نزيد نتعلم حوايج اخرى ونخدم. كي نلقى فرصه اخرى باش نتعلم هاني في العمر هذايا نخدم على روحي. ومش عيب راه، مش حرام، مش عيب. خدمه النهار ما فيها عار، خدم على روحك. المهم اكش قاعد تعمل في العيب، بالعكس واحد ديما يحسن من روحه، يحسن. ماذا بيتها كي يتعاون راجلها المراه في الدار وما تضغطش عليه، يجيب لي هيك ويجيب لي. منين باش يجيب؟ يمشي يسرق ويجيب؟ ها منين باش يجيب الراجل؟ يلزم المراه زاد تعاون شوي. كيما قلت لك تعمل شويه حلالم، تعمل شويه نواصر، شويه خبز وتبيع وتروح بعشاها وتروح بلومجه ولادها. فما نسالات او انت بار اكزومبل هي الراجل شهريه واحده وهي تمشي الحجامه تعمل لي ماش ب 120 دينار، منين باش يجيبها؟ منين باش يجيبها الراجل؟ ولا تشي روبه ب 150 دينار، ها؟ تقولوا امورك هذيك، تقولوا امورك هذيك لازمك. انا مفروضه انا يلزمني، خذيتني لازم تصرف عليا. وهي لازم المراه راهي تراعي الظروف، تهز وذن القفه مع راجلها، تهز تهز. وفما نساء هزين اكثر من راجل، هزين هجم للقفه وهو يراعي. فما اللي يراعي فما ما يراعيش. انا ولد الناس ربي كثر منه الناس، يراعي لي ومعاوني وكل شيء. انت زاد معاونته؟ لا بالطبيعه، بالطبيعه معاونته اكثر، اكثر من اللازم زاد. في المرمى تلقيني، في القضيه تلقيني، في الدواء تلقيني، في السبيطار تلقيني، في كل شيء تلقيني. وي والحمد لله. انا فرحانه، صحيح نتعب ونبقى ساعات نخن شوي ونتقلق وانا وانا وانا، من بعد لا قلبي باهي، من بعد نرجع نضحك ونلعب وننسى، ننسى التعب نتاع البارح. ميسالش ننسى تعب عمناول وليت عمناول والمرمل تعدت، هاي تنحت المرمل وتعمل كل شيء. توا مرتاحين، فهمتي؟ المرمل عليك تعدت؟ لا تعدت، هاي الحمد لله
الحمد لله. فهمتني؟ والحمد لله ديما واحد يقول الحمد لله. ثم حاجات حققتهم انت وحدك معناها. الحمد لله يا رب. انا فرحانه بروحي، مقتنعه بروحي اللي انا عملت حاجات باهين. برشا حاجات كي ندخل داري ونشوفها نقول الحمد لله. والحمد لله على صحة الابدان زايدة راه. طبيعي الحمد لله على كل شيء. أول صحة الابدان ما تتشاش بالملايين. فهمتي؟ أنا كي نبدأ أنا لاباس وولدي لاباس وعائلتي كل لاباس حتى عائلة راجلي ربي يفضلهم. نبدأ أنا فرحانة. نبدأ أنا الحمد لله يا رب. ورغم راه مش فما ساعة تجيك ظروف باش آخذ قرض ولا باش آخذ واحد تبدأ تخمم فك الحاجة باش تخلصها. تبدأ أما مستحيل. أنا عندي المبدأ متاعي وعندي الفكرة متاعي إني لا نتسلف ولا نسلف ولا نتسلفش زاد ولا نكردي زاد ما تسلفش لا نسلف ولا نسلف ولا نكردي. واللي قال لك اللي كيما يقولوا فيها اللي باش ترهنوا وبيعوا. فهمتني؟ أنا عندي حاجة باش نرهنها ما نرهنهاش نبيعها باش يبدأ ضميري مرتاح. هيا أنا رهنتها وغدو ما نجمتش نرجعها. فهمت؟ كاو هذيك هي الدنيا راه هي اغلب النساء تعبين برشا تعبين ياسر تعبين. فهمتني؟ تعبين ياسر تعبين. فما نساء تعبين خاطر ما يحبوش يخرجوا ما يحبوش يخدموا ما يحبوش الاغلبيه هاي ولا تخرج وتخدم تو المراه ولا كي تخيط حتى كلاستا تخيط حتى سوارة تخيط ما عادش انا تعمل نصبه هاني تخدم على روح هاوي تخدم. معناها انت تقول لازم المراه تنطر الفرنك من اي حاجه على روح. علاش قداش منه الراجل قداش منه تيخلص الكرات يخلص الوتيت يخلص اللومجه تيخلص المصروف تيخلص قداه منه. هو انت في خدمتك هذه انت تحب تثبت وجودك هكا وخدمتك والا خاطرك انت ملزوزه انك تعاون راجلك؟ انا تلزيت اللي انا مصروفي مصروف ولدي وحاجاتي اللي نستحقهم باش هو ما نلزلهوش خاطر هو عنده حاجة معينة باش يخلصها عنده مصروف وعنده دواء عنده تيد عنده مكتب عنده سبار ولده. أنا حاجات اللي نسحقها أنا كي أنا نخدم بتراتحو منك أنت صحيتي وساعات لا بالعكس ولا ساعات أنا نعاونه مش أنا نعاون فيه. فهمتني؟ خليلك كلمة الختام إن شاء الله تونس تبدأ بخير وإن شاء الله ربي معانا وكهو وان شاء الله يتنحى علينا هالغلاء وهالدنيا وهالمعيشه ما عادش نجم بالرسمي راه هي المراه والراجل يخدموا ما تنجمش ما توصلش كان انت هزيت ال 50 ما تروح هزيت ال 20 ما تروح ال 40 ما تروح ما نشناو يعيشك يعطيك الصحه.